مرحبا، اليوم رح نعمل كفتة بطحينة ومنحتاج للمكونات التالية: هلأ رح حضر الصوص الطحينة، رح حط الثوم المدقوق واللبن والطحينة، عصير الحامض، نخفقهم بالشريط. هلأ رح حط الكفتة بالصينية وبمدها مديت الكفتة بهالشكل. هلأ شوي بعملها هيك وبضيف عليها الصوص يلي حضرناه وهلأ رح دخلها على الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية. وهون قطعت البطاطا مدور رفيع بهيدا الشكل. هلأ رح حطهم بشوية طحين مع رشة ملح وبعدين رح اقليهم بالزيت. وبالنسبة للبطاطا انا نقعتها تقريبا 3 ساعات بالمي الباردة. هلأ رح رش عليهم الطحين بخلطهم بهالشكل، وهيك بتكون الكفتة بطحينة جاهزة للتقديم، بتقدم مع البطاطا المقلية والكبيس. وبتمنى تكون عجبتكم هيدي الحلقة. بليز لايك شير اند سبسكرايب. باي.